الرئيس السيسي يثمن الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وأنشطتها في مصر. خلال لقائه وزيرة خارجية النرويج مدبول يدعو لزيادة حجم التعاون الاستثماري بين البلدين. زيلينسكي يشكك في تعهد روسيا بتقليص عملياتها العسكرية في بلاده ويعلن استعداد قواته لخوض معارك جديدة شرقي أوكرانيا. الرابع عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. ثمن الرئيس السيسي الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية، معربا عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم لوفد من شركة إيني الإيطالية للبترول، حيث أكد رئيس الشركة أن مصر أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم، كما استعرض تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة في مصر، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي وكذلك تصدير الغاز المسال وإنتاج الهيدروجين الأخضر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، كيف تحلل تصريحات الرئيس اليوم فيما يتعلق بشركة إيني الإيطالية؟ يعني طبعا بالفعل تعتبر شركة إيني من كبريات الشركات العالمية التي تعمل في مجال البترول واستخراج البترول والغاز الطبيعي. طبعا يعني شركة بحجم إيني دائما بتزود استثماراتها في مصر، نتيجة طبعا ان مصر غنية بالموارد. كمان طبعا حتى يعني ان شركة إيني تعتبر من الشركات من ذات الطراز الفريد، بمعنى ان طبعا غالبا بيكون الغاز الطبيعي اللي موجود في المياه العميقة زي اللي موجود في البحر المتوسط على سبيل المثال، ده بيبقى عدد قليل جدا من الشركات التي تمتلك تكنولوجيا البحث والتنقيب واستخراج الغاز اللي موجود على اعماق كبيره. وبالتالي طبعا يعني لما تكون شركه بهذا الحجم تستثمر في مصر وتزود استثماراتها بشكل مستمر، ده يدل على انها يعني تثق في الاقتصاد المصري طبعا، ولديها القدره انها تستخرج يعني كم كبير من الموارد الطبيعيه اللي بتكون موجوده في اعالي البحار. نعم. ما هي توقعاتك بالنسبه لتعاون شركه إيني مع مصر في الفتره القادمه؟ يعني طبعا احنا اكيد هنبتدي نشوف ان في الفتره الاخيره هنبتدي نشوف عفوا في الفتره القادمه ان يعني في شركات كثيره وشركات كبرى عايزه تيجي وتستثمر الدوله. نعم. تمام. طبعا يعني على الجانب الاخر سوف نجد طبعا ان يعني ان اللي مع ارتفاع اسعار البترول وارتفاع اسعار هنلاقي طبعا ان شركات البترول تسعى ان هي تستثمر وتزود استثمارها. نعم. وايضا مصر يعني قلنا غنيه بالموارد الطبيعيه اللي لسه لم تكتشف بعد. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد السياسي. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بسادة السفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً أوراق اعتماد 18 سفيراً جديداً، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً سيادته حرص مصر
على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. عرس الشرق، سلام الجمهورية الفرنسية، سلام سلام. سعادة سفير الجمهورية الفرنسية، سعادة سفير جمهورية أرمينيا، سعادة سفير الجمهورية الإيطالية، سعادة سفيرة الاتحاد السويسري، سعادة سفير جمهورية أوزبكستان، سعادة سفير اليابان، سعادة سفير منغوليا، سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة سفير جمهورية مالطا، سعادة سفيرة جمهورية النيجر، سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، سعادة سفير جمهورية صربيا، سعادة سفير جمهورية مالي، سعادة سفير جمهورية سيراليون، سعادة سفيرة الجمهورية السلوفاكية، سعادة سفير جمهورية السنغال، سعادة سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية. أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتسارع وتيرة زيادة حجم الاستثمارات النرويجية خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات النرويجية ودعوة شركات جديدة للاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في مصر. من جانبها تقدمت وزيرة خارجية النرويج بالشكر للحكومة على دعم الشركات النرويجية في مصر، لا سيما في مجال الطاقة الجديدة وإنتاج الهيدروجين، مؤكدة أن ذلك من شأنه دعم استراتيجية مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع السيدة أنيكن هويتلفدت وزيرة الخارجية النرويجية والوفد المرافق لها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر مجلس الوزراء مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، أطلعنا على أهم ما جاء خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع السيدة أنيكن هويتلفت وزيرة خارجية النرويج. تحياتي لك زميلتي ولسادة المشاهدين. بالفعل مقر مجلس الوزراء اليوم يعني شهد العديد من اللقاءات والاجتماعات وتوقيع الاتفاقيات. يعني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم كان له نشاط مكثف في القطاع الاقتصادي يعني مجالاته المختلفة. فيما يتعلق باللقاء الخاص بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والسيدة وزيرة الخارجية النرويجية، هذا اللقاء كان لقاء اقتصاديا، حيث يعني أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعني بحجم الاستثمارات النرويجية التي تقام في مصر وزيادة الاستثمار، وأكد أن مصر تتطلع إلى مزيد من الاستثمار وأيضا دعم الشركات التي تقوم في مصر بالاستثمار، الشركات النرويجية. من جانبها السيدة وزيرة الخارجية النرويجية أكدت وأشادت ب يعني الدعم المصري للشركات النرويجية التي تعمل في مصر في المجالات الاستثمارية المختلفة، وأكدت أيضا على ضرورة أن تستمر أو يستمر هذا الاستثمار بشكل كبير، وهناك تأكيد من الجانب النرويجي على ضرورة التوسع في المشروعات المختلفة وخاصة المشروعات التي تقوم على يعني الطاقة المتجددة في مصر، وخاصة يعني فيما يتعلق بالتطلع النرويج ويعني ومصر لأن تصبح مصر على الخريطة أو خريطة العالم المستقبلية
المستقبلية فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الإطار كان هناك أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات حول هذا الموضوع، يعني حيث شهد رئيس الوزراء أيضا توقيع اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمار النرويجي وشركة سكاتك النرويجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأيضا التعاون مع الدول المختلفة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر. هناك أيضا يعني اتفاقيتين يعني أخرتين شهدهما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتعلقان أيضا يعني إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بقدرة 100 ميجا وات، وأيضا يعني إنتاج وشراء الهيدروجين الأخضر من نفس المشروع. هناك تأكيد أيضا من الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التوسع في هذه الاتفاقيات مما يفتح مزيد من يعني فرص العمل ومزيد من الاستثمارات في هذا الموضوع. أيضا يعني على هامش هذه اللقاءات والاجتماعات المختلفة التي شهدها رئيس الوزراء اليوم، كان هناك لقاء مع السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيضا مستشار محمد عبد الوهاب رئيس التنفيذي لجهاز لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة. أكد خلاله رئيس الوزراء بأن هناك تكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، يعني هذه الوثيقة التي سوف تضع القطاع الخاص شريكا أساسيا مع القطاع مع الحكومة في تنفيذ المشروعات وفي أيضا زيادة حجم الاستثمارات على مستوى ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى المحلي والمستوى العالمي، حيث أكد رئيس الوزراء بأن هناك تكليف آخر أيضا من السيد رئيس الجمهورية بزيادة ودعم يعني البورصة المصرية في المشروعات المختلفة التي يعني يتم تنفيذها في مصر خلال هذه الفترة. وهناك أيضا تأكيد من السيد رئيس الوزراء بضرورة تيسير وتسهيل الإجراءات التي تتعلق بالاستثمار في مصر، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية. وهناك أيضا كان هناك أيضا لقاء آخر مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع عدد من السادة الوزراء المعنيين لمتابعة أيضا تنفيذ المشروعات الخاصة بشركاء التنمية. وأكد رئيس الوزراء بأن هناك المشروعات التي تقوم بها مصر مع الأشقاء السعودية والإمارات وقطر من أهم المشروعات، وتم إنفاق يعني حجم كبير من الاستثمارات خلال الفترة الماضية، وهناك مصر تتطلع إلى مزيد من ضخ استثمارات أخرى من دول الأشقاء. نعم. يعني كما ذكرنا في المجالات المختلفة. شكرا لك الزميل أحمد أبو الحسن مباشرة من مقر مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. قال سامح شكري وزير الخارجية أن النرويج لديها حماس كبير للاستثمار في مصر لما حققته من إصلاحات اقتصادية كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر لديها نفس الحماس للاستفادة من الخبرة النرويجية من مجالات الدعم ذات الأهمية لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع وزيرة خارجية النرويج هذا اليوم. آفاق جديدة للتعاون والتقارب في وجهات النظر بين مصر ومملكة النرويج، والتي وصف وزير الخارجية سامح شكري سياساتها بالمتزنة والحيادية. وخلال جلستي مباحثات ثنائية وأخرى موسعة جمعت شكري مع نظيرته النرويجية أيكنين هويتفيلدد، أكد الجانبان خلال مؤتمر صحفي مشترك على التطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بتوقيع بروتوكولات تعاون في مختلف المجالات لا سيما مجالات الطاقة المتجددة. لدينا علاقة ثنائية وثيقة في السياسية والاقتصادية. الشركات النرويجية أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مرحبا في هذا الصدد بالمشاورات اليمنية التي تستضيفها الرياض حاليا، ومعتبرا أن هذه المشاورات تمثل خطوة على طريق تحقيق هذا الحل الذي يحقن دماء اليمنيين ويعيد الاستقرار لبلدهم. وجدد أبو الغيط إدانته للهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية والإمارات وكذلك على الشعب اليمني بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.
استشهد فلسطينيان اثنان على الأقل صباح اليوم في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقعت الاشتباكات أثناء اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود مخيم جنين للاجئين بزعم اعتقال مطلوبين. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 25 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه مراكب الصيادين شمال وجنوب قطاع غزة، كما فتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين وأجبرتها على الانسحاب من البحر. مشاهدينا نتابع هذا التقرير الآن من رئاسة الجمهورية. شراكة القائمة مع عفوا مشاهدينا، نعود لمتابعة نشرتنا. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عقب ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي حل مجلس النواب، وذلك بعد 8 أشهر من تعليق أعماله. بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي. لم يتأخر رد الرئيس التونسي قيس سعيد على الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس لأعضاء البرلمان المجمد منذ يوليو الماضي، الذي صوتوا لصالح إلغاء المراسيم الرئاسية ليعلن حل المجلس، وحذر من أن قوات الجيش والشرطة ستتصدى مع لأي لجوء للعنف. ووصف مراقبون جلسة البرلمان الأربعاء، وهي الثانية منذ قرار سعيد بتجميده، بأنها مناورة جديدة عالية الخطورة تهدف لبث الفرقة بين التونسيين ومحاولات يائسة لتهديد أمن تونس ووحدتها، وهو ما توافق عليه أغلب الفاعلين السياسيين في تونس. فالاتحاد العام للشغل، أكبر نقابة في تونس، رفض عقد جلسة البرلمان المجمدة أعماله، مؤكدا دعمه لمسار 25 يوليو، داعيا الرئيس التونسي إلى طي صفحة البرلمان نهائيا والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. وقال الائتلاف السياسي صمود إن جلسة البرلمان محاولة لجر تونس إلى مسار خطير يهدد سلامة مواطنيها. وأصدرت وزيرة العدل التونسية قرارا بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة بعد عقدهم جلسة عبر الفيديو كونفرنس. وكان سعيد أعلن في نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونية بدأت مطلع العام الحالي وانتهت في 20 مارس، وشارك فيها نحو 500,000 تونسي، تضمنت الإجابة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وقضايا أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وتجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو القادم، وتنظم في 17 ديسمبر نهاية هذا العام انتخابات نيابية جديدة. ويتزامن تأزم الوضع السياسي في تونس مع أزمة ديون تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مرتفع، مما دفع الحكومة التونسية في نوفمبر الماضي إلى طلب مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط لأي مساعدة أن تقترن ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية لحل اختلالات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام. أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أن المجلس يدعم الجهود الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدا ضرورة استثمار المشاورات اليمنية لإنهاء الأزمة من أجل أن يصل اليمن وشعبه إلى السلام الشامل. من جهته أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانز جريندربرغ أن التعاون مع المنظمات الإقليمية سيسهم في حل الأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن الرياض قادت حوارات يمنية أدت إلى نتائج إيجابية. كانت المشاورات قد انطلقت أمس برعاية مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض، وتستمر حتى 7 أبريل المقبل.
تنظم بريطانيا اليوم مؤتمرا للمانحين من أجل التبرع لأوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الفتاكة إضافي مضاد للدبابات. وعلى الرغم من الدعم العسكري واللوجستي الذي قدمته المملكة المتحدة إلى أوكرانيا، إلا أنها كانت ضمن الدول التي رفضت مطالب كييف بفرض منطقة حظر جوي فوق أراضيها بسبب خطر التصعيد الذي قد يترتب على مثل هذا الإجراء. أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو لا ترفض عقد اجتماع بين وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني ديمترو كوليبا بشرط أن تكون محادثات جادة وجوهرية. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تسعى لاستضافة جولة محادثات روسية أوكرانية جديدة بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في غضون أسبوعين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمة وجهها للبرلمان الأسترالي إن من الضروري فرض عقوبات جديدة وأشد وطأة على روسيا لزيادة الضغط على موسكو بعد غزو بلاده. مع تواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أستراليا إمداد بلاده بمركبات بوشماستر مدرعة والمزيد من الأسلحة. جاء ذلك خلال خطاب أمام البرلمان الأسترالي عبر الفيديو كونفرنس. إن لديكم مركبات مدرعة جيدة للغاية بوشماستر والتي يمكن غيرها من المعدات التي يمكن أن تعزز مكانتنا فيما يتعلق بالتسليح. أستراليا تعهدت بتقديم 25 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما في ذلك الطائرات بدون طيار، وأعلنت أنها ستطبق تعريفات جمركية ضخمة على جميع الواردات من روسيا وداعمتها بيلاروسيا. وأرسلت الحكومة الأسترالية بالفعل 91 مليون دولار كمساعدات عسكرية و65 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الشهر الماضي. زيلينسكي كان قد شكك في وقت سابق في التعهدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيرا إلى أن قواته تستعد لخوض معارك جديدة بمنطقة دونباس في شرق البلاد، خاصة وأن الجيش الأوكراني نجح في استعادة السيطرة على طريق سريع استراتيجي شرق البلاد يربط خاركييف ببوشوايف بعد قتال صعب استمر قرابة 3 أيام بالتزامن مع مغادرة القوات الروسية لمدينة تروستايس بعد شهر من احتلالها. صرح عمدة مدينة خاركييف الأوكرانية إيهور تيريكوف بأن القوات الروسية دمرت 15% من المنازل السكنية في المدينة. وقال تيريكوف إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية على بلاده تم تدمير أكثر من 1500 بناية من بينها ما يقرب من 1300 منزل بالإضافة إلى عشرات المدارس والمستشفيات. وأضاف تيريكوف أن مدينة خاركييف تتعرض إلى قصف يومي مستمر منذ بدء العملية العسكرية الروسية مما أجبر ما يقرب من ثلثي السكان المحليين على مغادرة المدينة. هذا وقد شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن أي خطط لانتشار عسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو في آسيا الوسطى أمر غير مقبول. وأضاف لافروف في خطاب ألقاه اليوم في جلسة مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان، أضاف أن تلك الخطط تتناقض مع المصالح الأمنية لبلدان المنطقة وتتعارض مع الالتزامات المترتبة على الوثائق القانونية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. كان لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن المحادثات الروسية الأوكرانية حققت تقدما إيجابيا. في الجزائر دعا أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي إلى الوقوف بجانب أوكرانيا التي تتعرض لما وصفه بعدوان روسي. دول عدة في جميع أنحاء العالم بما فيها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تستورد كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا، وبالطبع حين ترتفع أسعار الغذاء ترتفع أعداد الناس الذين يعانون من الجوع، وهذا سبب إضافي آخر لأن يزيد المجتمع الدولي ضغوطه على روسيا لإنهاء هذه الحرب غير الضرورية وغير المبررة. على واقع حرب أوكرانيا،
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في الجزائر التي تعد من أكبر منتجي الغاز أزمة الطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ولدى وصوله إلى العاصمة الجزائرية أجرى بلينكين محادثات على انفراد مع وزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة، كما التقى الرئيس عبد المجيد تبون. وعلى الرغم من التقارب التاريخي بين الجزائر وروسيا، تسعى الولايات المتحدة للتعاون مع الجزائر في مجال محاربة المتطرفين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي وعناصر القاعدة الذين ينشطون في المنطقة. يذكر أن العلاقة بين واشنطن والجزائر كانت قد توترت منذ أواخر عام 2020 عندما قررت الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لكن واشنطن الآن تحتاج إلى أن تقوم الجزائر بإعادة فتح خط أنابيب الغاز العابر للمغرب، ما قد يساعد الدول الأوروبية على تقليل اعتمادها على الطاقة من روسيا. أعلنت السلطات البولندية أنها استقبلت حتى 29 من مارس الجاري نحو 2,364,000 شخص إلى داخل حدودها منذ بدء العمليات العسكرية الروسية. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الفرق التابعة لها في طريقها إلى المدينة لتقديم إمدادات إغاثة وعلى استعداد لإجلاء المدنيين. في تدفق للاجئين لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، تجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين عتبة 4 ملايين منذ بدء العمليات العسكرية الروسية. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هذا العدد رغم أنه هائل ما هو إلا صورة باهتة لواقع هؤلاء الأشخاص الذين يمثلوا نحو 90% منهم نساء وأطفال، اضطروا إلى الفرار بأمتعة خفيفة ليسلكوا طريقهم إلى البلدان المجاورة بالسيارة أو القطار أو في بعض الأحيان سيرا على الأقدام. كما أنه لا يعكس الحماسة الهائلة للتضامن الذي أبداه الأوروبيون والسكان والسلطات على حد سواء تجاه هؤلاء اللاجئين الأوكرانيين. وعلاوة على استضافة بولندا قبل الأزمة حوالي 1.5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، فإنها تستقطب عددا كبيرا من اللاجئين لقربهم من أوكرانيا بحيث يمكنهم دخولها سريعا. وقدرت السلطات البولندية أنه منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا وحتى 29 من الشهر الجاري عبر 364,000 شخص إلى داخل حدودها. من جانبه قال أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة إن الحرب في أوكرانيا تعد كارثة تهز أسس النظام الدولي. نواجه أعلى رقم من الصراعات العنيفة منذ عام 1945 من اليمن إلى سوريا وميانمار والسودان ومن هايتي إلى الساحل وهكذا، والآن الحرب في أوكرانيا كارثة تهز أسس النظام الدولي وتتخطى الحدود وتتسبب في ارتفاع صاروخي لأسعار الأغذية والوقود والأسمدة، ما يمثل كارثة للدول النامية. مدينة ماريوبول المحاصرة من أكثر المدن الأوكرانية التي تشهد جانبا كبيرا من الأزمة. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الفرق التابعة لها في طريقها إلى المدينة لتقديم إمدادات إغاثة وعلى استعداد لإجلاء المدنيين. وطلب المتحدث باسم اللجنة بضرورة الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح المهددة. ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي لجمع 4.4 مليار دولار لدعم أفغانستان، وذلك على الرغم من تصاعد القلق من حكم حركة طالبان. وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفيث أوضح خلال مؤتمر عبر الفيديو كونفرنس أن أفغانستان بحاجة لدعم اقتصادها والخدمات الاجتماعية الأساسية. وسط أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل وقف المساعدات المالية في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان منذ أغسطس الماضي، باتت الحاجة ملحة لدعم الاقتصاد الأفغاني وكذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية. وفي أكبر مناشدة دولية تسعى الأمم المتحدة لجمع 4.4 مليار دولار لأفغانستان في مؤتمر دولي يجري عن بعد، وذلك في وقت أفادت فيه تقارير منظمة العمل الدولية أن أكثر من 500,000 شخص في أفغانستان فقدوا وظائفهم منذ استيلاء طالبان على السلطة. رغم أن الأسواق ممتلئة بالبضائع،
لا يستطيع كثير من الناس شراء الطعام لأسرهم، بينما يقوم بعض النواب الأفغان بتقديم عبوات غذائية للنازحين داخليا وغيرهم من المحتاجين في مدينة قندهار. الوضع مقلق، هناك الكثير من المواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على المواد الغذائية البسيطة أو احتياجاتهم الأساسية التي يمكن أن تمكنهم من مواصلة حياتهم. وبعد أن استولى الطالبان على السلطة وسط انسحاب فوضوي لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، جمد المجتمع الدولي أصول أفغانستان في الخارج وأوقف جميع أشكال الدعم والتمويل لأفغانستان، غير راغب في العمل مع حكومة طالبان التي وصفت بالوحشية خلال حكمها السابق قبل 20 عاما. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. مدينة شنغهاي الصينية تعلن إغلاقا تاما مع سرعة تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا. نتحول إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل حسام عاطف. تفضل حسام. شكرا لك منى، شكرا جزيلا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الباقة الاقتصادية أهم ما فيها. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية. أهلا بكم من جديد. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وذلك بحضور دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالإضافة إلى دكتور محمد معيط وزير المالية. يأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، وكذلك عرض مقترحات لمشروعات جديدة سواء في قطاع البنية التحتية أو المشروعات التنموية. وأشار مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى مع شقائنا في دول السعودية والإمارات وقطر. على صعيد آخر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاق إطاري بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمار النرويجي وشركة سكاتيك النرويجية. هذا وبموجب هذا الاتفاق الإطاري يتطلع كل من صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمار النرويجي بالإضافة إلى شركة سكاتيك النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينهم لتطوير الطاقة الخضراء ومرافق الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى البنية التحتية في عدد من البلدان وخاصة الإفريقية منها. على صعيد ثالث، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقيتي تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الاتفاقية الأولى تشمل التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وهي تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بينما تأتي الاتفاقية الثانية للشروط الرئيسية لعقد شراء لهيدروجين بالمشروع، ذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، شركة سكاتيك النرويجية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية، وذلك في الاتفاقية الثانية. بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الأنغولي تيتي أنطونيو ووزيرة الشباب والرياضة الأنغولية أنا باولا فرص، وبحثوا فرص التعاون في مختلف المجالات الطاقة وخاصة في مجال تصدير الغاز المسال. وأوضحت وزارة البترول أنه تم أيضا بحث مجهودات التحول الطاقي والتحديات الحالية التي تواجه صناعة البترول والغاز العالميتين وخاصة في إفريقيا، وسبل توحيد الجهود والتعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة هذه التحديات ودعم الاستثمارات في مجالات الوقود الإحفوري بهدف تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارا بتعديل بعض بنود القرار الوزاري بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر. وقالت الوزيرة إن القرار ينص على تسجيل الشركات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بمجرد استيفاء المستندات، ووضع آلية للفصل في تظلمات الشركات خلال 15 يوما من تاريخ التقديم، مضيفة أن القرار يستهدف تسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال
بالإضافة إلى تيسير حركة الاستيراد والتصدير. أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن المديريات التابعة للوزارة بالتعاون مع المحافظات ضخت كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ الثابتة وبسعر 95 جنيها للكيلو. فلنتابع المزيد في سياق هذا التقرير. بشاكلة واحدة بدت الشوارع المصرية على هذا الحال، تنوع كبير في السلع سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المعارض الرمضانية أو تلك المنافذ التي تبيع اللحوم بخمسة وتسعين جنيها للكيلو الواحد. كل المنافذ دي بنطرح فيها اللحوم السوداني الطازة بخمسة وتسعين، المجمد البرازيلي بخمسة وتمانين، كان قبل استعدادات رمضان سيادة الوزير خفض السعر خمسة جنيه بقى بثمانين جنيه، اللحوم الهندي من أجود الأنواع المجمدة بخمسة وخمسين جنيه، بالإضافة إلى السلع الحرة والسلع التموينية وياميش رمضان. فهنا يبدو شبيها لأماكن أخرى من حيث اللحوم المعروضة سواء في الجودة أو السعر، والتخفيض يصل إلى النصف عن السوق الحر إنجاز الوصفة. السعر بيبدأ من 95 والكميات متاحة، والوزارة وزارة التموين سعادتك بتوفر لنا الكميات اللي احنا عايزينها، يعني أي كمية من 10 وقول لي 20 عجل أي كمية عايزها بنبعت ناخدها على طول. فكل يوم تضخ الدولة ما يصل إلى آلاف الأطنان من تلك اللحوم السودانية الطازجة لتلبية احتياجات المواطن من اللحوم سواء أكانت مجمدة أو طازجة. حوالي 30 طن لحمة كل يوم على مستوى الجيزة، وعندنا عربيات متنقلة بتبيع لحوم مجمدة ولحوم فريش. الأسعار هنا حلوة ولحمة حلوة بصراحة طازجة. بلدي وجميلة والله، أنا بتعامل هنا على طول. ولأن المنظومة تبدو متكاملة فإن السيارات المتنقلة جاءت لتضيف بعدا آخر من التوفير. فهنا يستطيع المواطن أن يختار من بين تلك السلع خاصة وإن التخفيضات بها تصل إلى 30%. ففي تلك السيارات يستطيع المواطن الحصول على سلعه سواء كانت جافة أو لحوم مجمدة، والسعر لا يتعدى 70 جنيها للكيلو الواحد. الأسعار اللي موجودة هنا أسعار اللحوم عاملة 55، بالنسبة للحمة المفرومة عندي عاملة 35 لحم صافي. فتوافر اللحوم بهذه السيارات وانخفاض أسعارها جعل منها ملاذاً آمن من المواطن للقضاء على جشع البعض. الأسعار كويسة وإحنا عايزين العربيات تبقى في كل شارع وفي كل مكان. كويسة جدا وفي متناول الجميع بصراحة. الأسعار كويسة ووفرت معايا 20 جنيه. وبحسب القائمين على الأمر فإن المخزون الآمن من تلك اللحوم الطازجة يتعدى العامين وبأكثر من عام للمجمدة منها أيضا. رمضان الشحات، النيل. أعلن اليوم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد بالمرحلة الثامنة في مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والإعداد طبقا لرؤية وزارة الإسكان ولوائح السارية بالهيئة. وقال الوزير إن الطرح يشمل قطع أراض سكنية للأفراد وقطع أراض بنشاط مختلط، وبالإضافة إلى مقابر وفيلات ووحدات سكنية متنوعة ما بين إسكان فاخر وفوق المتوسط ومتوسط ووحدات إدارية أيضا، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج. إلى البورصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها في ختام تعاملات جلسة اليوم وهي آخر جلسات هذا الأسبوع وهذا الشهر أيضا، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين قابلتها مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 726.4 مليار جنيه بعد تداولات بلغت بنحو 3.8 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 تراجع بنسبة 1%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 38% من قيمته. ومشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت هذه الوقفة الاقتصادية. عودة للزميلة منى الشايب، تفضلي منى. شكرا حسام. ثمن الرئيس السيسي الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية، معربا عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم لوفد من شركة إيني الإيطالية للبترول، حيث أكد رئيس الشركة أن مصر أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل
الشركة على مستوى العالم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من شركة إني الإيطالية للبترول برئاسة السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ثمن خلال اللقاء الشراكة القائمة مع شركة إني الإيطالية وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً سيادته عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وموجهاً سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها. من جانبه أعرب رئيس شركة إني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكداً على ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، لسيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي. وقد استعرض السيد ديسكالزي تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، وذلك بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر وكذا تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حالياً، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط، وذلك في إطار رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة. كما تم أيضاً عرض إسهامات شركة إني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 486,873,000 حالة، ووصلت حالات الوفاة أكثر من 6,414,000 حالة. يأتي هذا فيما أعلنت شنغهاي واحدة من أكبر المدن الصينية وأهمهم أعلنت من أهمهم من الناحية المالية إغلاق تام، وذلك مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز 486,873,000 حالة، بينما تخطت حصيلة الوفيات 6,138,000 حالة. الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم التي بلغت أكثر من 80 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.9 مليون حالة. ورغم استمرار تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن فيروس كورونا المستجد لم يعد يتحكم بحياة الأمريكيين. بفضل الاستراتيجية التي قمنا بتنفيذها خلال العام السابق فيما يتعلق باللقاحات والاختبارات العلاجية وما إلى ذلك، نحن الآن أمام مرحلة جديدة لهذا الوباء. لا أعني بهذا أن الوباء قد انتهى، أعني أن كوفيد-19 لم يعد يتحكم في حياتنا، هذا ما عنيته. حالات الإصابة كانت آخذة في الارتفاع، أما الآن وبفضل القاعدة العلاجية التي وضعناها أصبحت أمريكا تمتلك الأدوات لحماية أفراد شعبها. كما تعلمون إدارتي سهلت الأمور أمام شعبها أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى هذه الأدوات. الصين منشأ ظهور الفيروس سجلت 6,086 إصابة محلية
بكوفيد على مستوى البلاد. رصدت 5298 منها في شنغهاي التي باتت حاليا بؤرة موجة وبائية تعد الأسوأ في الصين منذ بداية الوباء. سلطات شنغهاي أعلنت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكوفيد، بينما تهافت سكان المدينة الصينية التي تعد حوالي 25 مليون نسمة على المتاجر التي باتت رفوفها خالية من البضائع. وخضع مارين السكان لتدابير الإغلاق التي فرضت بعدما قسمت السلطات أكبر منطقة حضرية في البلاد إلى قسمين، في خطوة تم بموجبها عزل سكان الشطر الشرقي من المدينة في منازلهم لمدة 4 أيام وإخضاعهم لفحوص إجبارية. فالمدينة هي الآن أسوأ بؤرة لكوفيد 19 منذ عامين، ما هز استراتيجية صفر كوفيد التي تتبناها الصين للقضاء على البؤر حيثما تظهر. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل: موجة من الأعاصير تضرب بعض الولايات الأمريكية وتتسبب في تعطيل مصادر الطاقة. ضربت الأعاصير ولايتي لويزيانا وميسيسيبي الأمريكيتين تاركة خلفها دمارا واسعا في المنازل والبنايات، وتعرضت ولاية ألاباما لثلاثة أعاصير على الأقل، مما أدى لتدمير الأشجار والمنازل وتعطل شبكات الهواتف واضطرار السكان لالتزام منازلهم. كما تسببت الرياح العاتية في تعطل مصادر الطاقة والكهرباء في الولاية. ختاما هذا التذكير بأبرز العناوين: الرئيس السيسي يثمن الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وأنشطتها في مصر. خلال لقائه وزيرة خارجية النرويج مدبولي يدعو لزيادة حجم التعاون الاستثماري بين البلدين. وزيلينسكي يشكك في تعهد روسيا بتقليص عملياتها العسكرية في بلاده ويعلن استعداد قواته لخوض معارك جديدة شرقي أوكرانيا. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.